بين إلى مسك الختام، والقرآن هو سيد الكلام، وهو تشريعات وأحكام أنزلها ربنا على قلب سيد الأنام، مفرقا بين الحلال وبين الحرام، فمن عمل به على الدوام كان من الفائزين يوم الزحام، وجعل الله له في الجنة منزلة ومقام. فهيا بنا إلى مسك الختام، والقارئ تعلم في بيت القرآن بيت الكرام. شيخنا سعيد ناصر عثمان التلميذ النجيب للمعلم الحبيب سيدنا الشيخ الشحات شهيد يتفضل مشكورا ليختم لنا الليلة بصوته الندي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه والتفت الساق بالساق وقيل من راق وظل انه الفراق صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطوى فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش رحلة الشتاء والصيف. سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وإلى روح الراحلة الكريمة وجميع موتى المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم بحق فاتحة الكتاب وما حوت، وبحق ما بها من أسرار، وسبحانك ربنا أنت الملك العزيز الغفار، اغفر للوالدة الراحلة الكريمة ذنوبها والأوزار، وشفع فيها النبي المختار، واجعلها من الناجين من عذابك ومن النار، وابعثها يوم القيامة مع الأبرار، واجعل قبرها متوجا بالأنوار، وارزق اهلها الصبر والسلوان والاستقرار، واجعل خيرهم من بعدها مدرار، واجعل لها في الجنة مستقرا وقرار، بصحبة النبي المصطفى وآل بيته الأطهار. هكذا أيها الإخوة الحضار، قبلت الليلة بالأنوار وبختام آيات العزيز الغفار. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ سعيد ناصر عثمان المقيم بجزيرة السعادة مركز الزقازيق شرقية. شكرنا للجميع باسم والدنا الكريم حد احمد عبد القط زوج الراحلة الكريمة، وباسم الاستاذ عطية احمد عبده، والاستاذ ممدوح احمد عبده، والمعلم محمد احمد عبده. شكرنا للجميع باسم فضيلة الشيخ الموقر الشيخ الشحات السيد شهيم، وباسم الاستاذ الشيخ الدكتور الشحات سيد عزازي، والشيخ مؤمن محمد مصطفى، والشيخ احمد السيد عزازي. شكرنا للفراشة الكبرى الحاج سامي حمودة بتفانا. شكرنا للهندسة الإذاعية الحاج محمد الخولي، الكهربائية الحاج رمضان داود، الضيافة أحمد الجندي. شكرنا لمخرجنا ناصر صلاح. شكرنا لأخينا الحبيب شيخ محمد الشحات شهيد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.